السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة مهارات إسراء روما. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم طريقة عمل معسلة على شكل كورني محشية بعقدة اللوز أو عقدة الكاوكاو. كنشكلوها فقط باستعمال الكأس أو باستعمال الجرارة، كتجي رائعة في المذاق وفي المنظر. أيضا كنحضروها بعجينة سهلة واقتصادية. بسم الله وعلى بركة الله، نبدأ في المقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. عندي هنا واحد الإناء اللي كندير فيه جوج سلايف تاع الدقيق، يعني عندي جوج جبابن تاع الدقيق الأبيض ما يعادل 500 غرام، وعندي جبانية تاع الزنجلان ما يعادل 250 غرام. هنا الزنجلان منقي ومحمر شوية فقط كنصهطوه، وعندي كيس من زهرة البرتقال نكهة زهرة البرتقال، وكيس من خميرة الحلويات ما يعادل 8 غرام من بيكل باودر. كنضيفو رشة ملح باش تعدل لنا المذاق. كنخلطو هاد النواشف مع بعضياتهم مزيان، وكنضيفو واحد صفار بيضة. هنا عندي صفار بيضة فقط، كنضيفوش الأبيض بيضة، كنضيفو فقط صفار بيضة، وأربع ملاعق كبار تاع الزبدة المذابة. كندوبو الزبدة، عادة كنعبرو أربع ملاعق تاع الزبدة المذابة، وثلاث ملاعق من الزيت النباتي. كنمزجو هاد المكونات مع بعضياتهم، كنبسو هاد الدقيق مع هاد الزيوت اللي درنا ليه، ونجمعوا العجينة ديالنا باستعمال ماء الزهر مخلط مع ماء الصنبور، أو لا يمكن لينا نستعملو فقط ماء الزهر، انتما والذوق ديالكم. أنا هنا خلطت ماء الزهر مع ماء الصنبور، كنبقاو نزيدو في الماء تدريجيا حتى كتجمع لينا العجينة. العجينة ما تجيش قاصحة بزاف وما تجيش مرخوفة، تجي العجينة شادة راسها. بالنسبة ليا أنا هز ليا هاد العجينة كأس ونصف تاع الماء اللي هز ليا، يعني الماء مخلط مع ماء الزهر. صافي، من بعد ما كنجمعو العجينة ديالنا غنقسمها هنايا على ربعة، ونغطيها بكيس بلاستيكي، ونخليها ترتاح واحد نصف ساعة تقريبا على الأقل، يعني نخليوها ترتاح واحد 30 دقيقة على الأقل تتراجع لينا العجينة باش تجينا سهلة نحلوها بالحلان، تجي سهلة نحلوها بالمدلك. هنا من بعد ما ارتاحت ليا العجينة ديالي مدة 30 دقيقة تقريبا، كنحلوها بالمدلك. كما كتلاحظوا كتجي سهلة تحليها بالمدلك إلا ارتاحت ليك، والعجينة ديالنا ما كتجيش مرخوفة باش ما تبقاش تلصق لينا في طاولة العمل وفي المدلك. الا درتي العجينة يعني ما مرخوفاش بزاف ما كتحتاجيش ديري الدقيق. صافي، كنحلوها بكل سهولة. وهنا باستعمال المسطرة، يعني يمكن لينا نستعمل المسطرة لتشكيل هذا الكورني او استعمال كأس. انا غنوريكم هنا باستعمال المسطرة والجرارة، عفوا الجرارة، المسطرة فقط اختيارية، الا بغيتي يجيو كلهم قد فكتستعملي المسطرة، يمكن لك تستغني عليها وديريهم عينك ميزانك. انا فضلت ندير هكا مسطرة باش يجيوني كلهم قد بعضياتهم. صافي، كنقطعوهم بالجرارة بهذا الشكل. العجينة ديالنا ما تكونش غليظة ما تكونش رقيقة، يعني تكون متوسطة بهذا الشكل كما كتلاحظوها. صافي، كنقطع مربعات من هذا العجين باستعمال الجرارة والمسطرة. وهنا من هاد المربعات غنشكل الكورني ديالي بهاد الشكل. كنديرو هاد الصبع في وسط العجين، وكنجمعو يعني هادوك القنات مع بعضياتهم، كنجمعوها بهاد الشكل، وكنوركو عليها بالاصابع ديالنا بهاد الشكل باش تسد لينا مزيان في هاد البلاصه. كنشكلوها بهاد الطريقه كما كتلاحظوا. غنشكل معكم وحده اخرى باش تتضح لكم الصوره اكثر. كنجمعوها بهذا الشكل، كنجمعوا هذا القنت ونجمعها معها قنت الاخر، وكنحطوها فوق منها، وكنوركو عليها مزيان في هذه البلاصه باش تسد لينا باش ما تحلش لينا ملي كنقليوها. صافي، كنبقاو بنفس الطريقه حتى كنكملوا العجينه ديالنا كامله، يعني هاد المربعات ديال العجين كاملين كيجيو بهذا الشكل، كيجيو على شكل بلغه.
او على شكل كورني. بالنسبة هنايا غنشكل معكم شي وحدين باستعمال الكاس، يعني لما عندكمش الجرارة فيمكن لكم استعملوا الكاس. كنقطعوا الدوائر بالكاس، يعني الكاس اللي بغينا، الحجم اللي بغينا، على حسب الحجم اللي بغينا تكون فيه الحبة ديالنا. صافي كنقطعهم بهذا الشكل. بالنسبة لهاد العجينة اللي كتبقى لنا فكنديروها في كيس بلاستيكي باش ما تنشفش لينا. صافي كنجيو نشكلوا الدوائر بهذا الشكل، كنحطوا صباعنا وكنردوا الجناب بهذا الطريقه وكنوركوا على العجينه باش تلصق مزيان. يعني فقط بغيت نشارك معكم هذه الطريقه الا بغيتوا تشكلوها فقط باستعمال كاس، ولكن انا كنفضل باستعمال الجراره. فبديك الطريقه عمليه وسهله وبسيطه وكتجي احسن، يعني ما كنبقاوش نحلو العجينه بالمدلوك ونقطعو بالكاس وكيبقاو لنا داك الشياطه تاع العجينه وخاصنا عاوتاني نعاودو نحلو فيها. صافي كنبقاو نفس الطريقه حتى كنكملو جميع الحبات اللي عندنا ونخليوهم يرتاحوا لمده 4 ساعات على الاقل حتى كتنشف لينا العجينه ديالنا، عاد ندوزو نقليوهم. ضروري نخليوهم يرتاحوا باش ما يخسروش لينا الشكل ديالهم اللي كنقليوهم. صافي هنا كندوز من بعد ما ارتاحت ليا العجينه ديالي كندوز كندير الزيت فوق النار في شي مقلات وكنخليها حتى كتسخن ونقص على العافيه. كنديرها على ادنى درجه يعني العافيه تكون مهيله، وكنرمي الاشكال ديال الكورني ديالي وكنرميهم بهذا الشكل. كما كتلاحظوا كتنفعل لينا داك الزيت لان العجينه فيها البيض هو اللي كيخلي الزيت ديالك ينفعل بهذا الشكل. كنخليهم واحد دقيقه تقريبا، يعني 60 ثانيه، كنخليهم ما كنحركوهمش حتى كتحيد داك الكشكوشه. هنا كتعرفي ان العجينه ديالك شدات مزيان، يمكن لك دابا تحركيهم. ما نحركوهمش ملي يلاه كنرميوهم، لان الا حركنا باقيين عجينه فغادي نخسروا لهم الشكل ديالهم. كنخليهم حتى كيشدوا راسهم، عاد كنحركوهم باش يتحمروا لنا في جميع الجوانب. صافي كنحلو كنهزهم من بعد ما كيشدوا لنا اللون الذهبي وكنشدوهم كنعسلهم في العسل. هنا بديت كنعسل فيهم كما كتلاحظوا، كنرميهم في العسل وهما باقيين سخان. العسل ما كنضيف عليه حتى اضافه، كنرمي المعسلات ديالي وهما باقيين سخان وكنعسلهم بهذا الشكل. بالنسبه لهذا العسل ففات ليا شاركت معكم العسل بالبرتقال، كيجي رائع في المذاق. غنخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. كنرجع نقلي القليه ديالي الثانيه. بالنسبه للعافيه فكنطفي عليها حتى كنرجع عاوتاني نبغي نرميهم، عاد كنشعل اعلى الزيت ديالي وكنرمي القليه الثانيه. صافي كنحيد القليه الاولى من العسل، عاد كنعسل عاوتاني القليه الثانيه في هذا العسل. من بعد ما عسلت المعسلات ديالي هنا كنجي نحضر الحشوه اللي عندي 125 غرام تاع اللوز مطحون. كنحيدو ليه القشور ديالو وكنحمرو شويه في الزيت وكنطحنوه، وملعقه كبيره ديال الجليكوز. بالنسبه لهذا الجليكوز فكنحضرو في البيت، وملعقه كبيره ديال الزبده. بالنسبه للزبده كنديرو الزبده من نوعيه جيده، لان هاد العقده تاع اللوز فما غطيفش، من الاحسن كنديرو العقده من نوعيه جيده. كنبقاو نزيدو هنايا في ماء الزهر تدريجيا، كنزيدو ملعقه كبيره من ماء الزهر وكنخلطوا هاد اللوز، يعني كنعجنوه. كنبقاو نزيدو ماء الزهر شويه بشويه، انا هز ليا ملعقه كبيره ونصف تاع ماء الزهر. صافي كنشكلوا هاد اللوز، كندير فيه الصبيعات بهذا الشكل كما كتلاحظوا، يعني كندير فيه بحال الكرات بحال الصبيعات بهذا الشكل. كنشكلوا كامل وكنجيب هنا للتزيين. من بعد ما شكلت داك اللوز جبت شويه البيستاش اللي كونكاسي بهذا الشكل، والمعسلات ديالي من بعد ما تسقطرو مزيان. كنجيب ديك العقده تاع اللوز كنحشيو داك الكورني ديالنا بهذا الشكل، كنحاولوا نحشيو مزيان داك الكورني. داكشي علاش كنديرو رقيق داك الصبيعات ديالنا من واحد الجهه باش يتخشاو لينا مزيان في داك الكورني. وكنديروا ليها شويه العسل من الجناب او الجليكوز، انا اكتفيت بالعسل باش يلصق لينا داك البيستاش كونكاسي كما كتلاحظوا. يعني كما كتلاحظوا العقده كنديرها شويه رقيقه من واحد الجنب باش تدخل ليا مزيان في داك الكورني، وكنديروا ليه داك العسل بهذا الشكل باش يلصق لينا عليه داك البيستاش كونكاسي بهذه الطريقه.
اللي يمكن لينا نستعملو ايضا البنات لوز كونكاسي بهذا الشكل او لا الكاوكاو، يعني على حسب العقده اللي درتي لداخل الا درتي ديال الكاوكاو كتزيني بالكاوكاو كونكاسي بهذا الشكل، يعني اللي متوفر عندك صافي. كنبقاو بنفس الطريقه حتى كنكملو جميع الحبات ديالنا، كما كتلاحظوا كيجيو رائعين في المنظر. هذا هو الشكل النهائي ديال المعسله ديالنا اللي حضرت معكم نهار اليوم على شكل كورني محشيه بعقده اللوز، كيجيو رائعين في المذاق وفي المنظر ايضا كما كتلاحظوا كيجيو رائعين في المنظر. كنتمنى ينالوا اعجابكم وتحضروهم لشهر الفضيل لشهر رمضان وتزينوا بهم مائده الافطار في الشهر رمضان، وايضا كيلقوا هذا النوع من الحلويات لجميع المناسبات فكيمشيو في لي بلاطو مع لي صابلي ومع جميع انواع الحلويات. اما الكميه اللي خرجت لي هذه العجينه فخرجت لي 160 حبه من الكورني، ولكن عقده اللوز فما غاديش تكفيك 125 غرام، خاصك ديري 350 غرام اللي غتعمر لك جميع الحبات. يعني الا بغيتي تعمري جميع الحبات بعقده اللوز فديري 350 غرام. كما كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي بهذا الشكل، كتجي عامره بديك عقده اللوز مع ديك عجينة بليغة السنجلان فكيجيو رائعين في المذاق. كنتمنى فيديو اليوم ينال إعجابكم وفكرة المعسلة ديال اليوم تنال إعجابكم، وما تبخلوش عليا بلي لايكات والبارتاج للفيديو باش تعوم الفائدة، واللي ما تابوناش معنا في القناة اتابونا، وشكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.